يلا بينا نشوف الطاقة العامة بتاعت الخمستاشر يوم، أخباركوا إيه يا برج الجدي؟ وحشتوني جدا أصلا. تعالوا بقى نشوف الطاقة. أوكي عندك طلبة تبع قلبك محتاجها على طول، بتطلبها بإلحاح. أوكي بس الكارت هنا بيقول هل الطلبة دي أنت متأكد إن هي فيها صالح ليك، ولا هي حاجة قلبك عاوزها وخلاص؟ فالكارت هنا بيسألك حاجة مهمة جدا، خلي بالك من اللي انت بتتمناه. لو في حاجة فيها أذى ليك، اوكي حاول انت تبعد عنها على قد ما تقدر. ليه بقى؟ عشان انت مش ناقص، انت الطاقة بتاعتك يدوب 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 مخليك قاعد كده، يعني سند ظهرك. فبلاش تجيب لنفسك طاقات زيادة هتوجع لك قلبك. الطاقة دي أو الطلبة اللي عندك دي ممكن تكون تبع حاجة ليها علاقة بالمشاعر، تبع حاجة ليها علاقة بشخص معين أو بحاجة. هي أغلب الطاقات اللي قدامي حاجة متعلقة بشخص معين. ممكن أنت مستني حد يعملك حاجة، أو مستني حد يعتذر، أو مستني شخص معين يدخل حياتك، أو شخص معين يخرج من حياتك. الفكرة هنا أنت عندك استعداد للتغيير في الطاقة ده؟ أنتوا هتقدروا تتحملوا بعد أو قرب شخص في حياتكم؟ القرار ده تاخده قبل ما تطلب الطلبة. أوكي فركز قوي وأنت تطلب يا برج الجدي الأيام اللي جاية. أوكي تعالوا نشوف أخبار الطاقة العامة ايه. الطاقة العامة بنقسمها زي ما متعودين، كل أسبوع بنقسم طاقة، طاقة عمل ومال. ودي أول طاقة عامة معانا لأعزائي برج الجدي. بيقول إن أنت عندك في الشغل حاجة محيراك بسبب خبرين اتقالوا لك عن مرتب وعن شغل معين. اوكي في ناس فيكو حيرانة بين شغلين، يعني شغل بتشتغله وشغل بتشتغله بعد الظهر، او حاجة انت قدمت السي في بتاعك فيها ومش عارف تاخد اجازة من شغلك. الفكرة هنا انت هتاخد انه قرار، هتاخد القرار اللي هيريحك ماديا. اوكي وشايفة كمان ان انت ضاع عليك مبلغ مادي، يمكن هو ده اللي محيرك بسببه. يعني انت مستني تقعد في الطاقة او مستني تقعد في الشغل ده لغاية لما يدولك فلوسك. يعني لو عايزين رأي الكروت سيبوا الشغل وروحوا الشغل التاني عادي. والناس اللي فيكم بتدور على شغل هتلاقي شغل. اوكي هتلاقي شغل، بس يمكن الموضوع اتأخر عليكم شوية، فاهمني؟ طب طاقة المال بتقول ان في مبلغ مادي انت منتظره اتأخر، والموضوع هيضايقك شوية. بس المبلغ المادي ده ملوش تأثير على مرتبك، يعني ده مبلغ جانبي او مبلغ انت كنت مطلعه لحد والحد ده هيأخره عليك. تمام، العلاقة هنا بين المبلغ والمرتب ملوش علاقة ببعض خالص. يعني ممكن ده يكون بونس، ممكن ده يكون مبلغ انت عطيه لحد، ممكن مسلفه يعني لحد، او ممكن ده يكون جمعية هتتأخر عليك. المهم ده مبلغ كان جنب المرتب، مش الحاجة اللي انت بتصرف منها عامة. لكن انت مرتبك عادي، هو يمشي زي ما هو عادي. الفكرة هنا المبلغ اللي هو اللي انت كنت مستنيه ده هو ده اللي هيتأخر شوية. اوكي بس هيجي، هو هيتأخر بس جاي. تعالوا نشوف الطاقة التالتة العامة بس قناة فيفوتر، وهي طاقة الدراسة. طاقة الدراسة لينا عودة مع أصدقاء عايزين قطع لسانتهم. ليه بقى؟ عشان انت هتذاكر قدامهم او هتذاكر معاهم، على الاقل هيشوفوك بتذاكر ازاي، هيبتدوا ان هم يحقدوا عليك اشمعنى انت بتذاكر في وقت قليل وتستجمع حاجات كتيرة قوي. وهنبتدي القرار هنعمل ايه، نحترم نفسنا ونذاكر لوحدكم احسن، ده من رأيي. وفي كمان نجاحات للناس اللي بتدرس في الميديكال، والناس اللي بتدرس
اي حاجة ليها علاقة بالملاحة. اوكي، دول اكتر ناس عندهم نجاحات الايام اللي جاية، والباقي فيه نجاح. اوكي، بس انا يعني حاليا النجاحات اللي قدامي بامتيازات او بدرجات عالية الناس اللي بتدرس الحاجتين دول، الباقي برضو عنده نجاحات. يلا بينا نشوف الطاقة الرابعة العامة بحسب قناة فيجو تارو، هي طاقة البيت والدراسة والأصدقاء والدائرة المقربة ليك، الطاقة اللي موجودة في يومك العادي. ايه الطاقة بقى هتقول لنا ايه في 15 يوم دول؟ بتقول ان انت كان نفسك في حاجة وكنت شايف ان هي حاجة كويسة قوي، ندمت ان هي راحت من حياتك، بس مع الوقت ندمك وزعلك عليها ده بيخف. يعني انت عندك طاقة شفا من وجع بسبب حاجة كانت قريبة قوي من قلبك، بعدت عنك بإرادتها، شخص بعد عنك بإرادته، حاجة راحت منك في وقت انت كنت شايف ان هي مينفعش تروح منك. الطاقة دي بتقول كده اللي هو مش كل اللي راح كان يستاهل ان هو يتبكى عليه. فطاقة عندك طاقة شفا من وجع قلب كان دي كان حاجة انت كانت عزيزة عليك اوي وراحت منك. ممكن يكون شخص، ممكن حاجة انت كنت بتخطط ان انت تعملها في حياتك. اوكي، بس انت هتخف منها يا برج الجدي، دي احلى حاجة في الموضوع. عارفين انا بحب الكروت اللي بتيجي تقولي ان انتوا هتخفوا من حاجة وجعتكم، إذا كان مرض بقى، أو إذا كان شخص، أو إذا كان ذكرى بتوجع، عشان دول أكتر حاجة بتوجع. عشان كده أول لما بلاقي إن انتوا بتخفوا ببقى فرحانة أوي بيكوا، يعني ببقى فرحانة إن انتوا اللي عملتوا ده. يعني مش طاقة هي اللي اتغيرت وحولت الوجع ده لحاجة كويسة، لأ، بحبكوا لما انتوا اللي بتحاولوا تغيروا ده بإيديكوا وبتنجحوا في ده على طول. كده بقول على برج الجدي عندك إصرار إن أنت ما تتحطش في حاجة أو قالب معين لازم تبقى موجود فيه، لازم تغير القالب ده، لازم تشكل نفسك من وقت للتاني عشان تستحمل الطاقات اللي حواليك دي. أوكي، فأنا بحبكوا عشان كده. دي طاقة برج الجدي العامة. طب تعالوا بقى نشوف الطاقات العاطفية بحسب قناة فيفو تارو. أول طاقة عاطفية معانا هي طاقة سنجل برج الجدي. ترى بس نوسع عشان ناخد طاقة براحتها. أول طاقة معانا هي طاقة سنجل برج الجدي. طاقة سنجل برج الجدي الكارت مش محتاج أي توضيح، في خطوبة قريب، في خطوبة قريب مع شخص انتوا بتتعاملوا معاه بالمراسلة، يا إما هو من بلد تانية، يا إما انتوا كنتوا متعلقين ببعض بس ما كنتوش بتشوفوا بعض وجها لوجه. كان أغلب الطاقات العاطفية اللي بينكوا بتعبروا عنها عن طريق كتاب، عن طريق رسائل، عن طريق إنترنت، فأخيرا هتتقابلوا يعني. ففي خطوبة بينكوا إن شاء الله الأيام اللي جاية. تعالوا بقى نشوف، ممكن تكون شخص اصلا اتعرفت عليه مرة واحدة وما قابلتوش تاني، وجيت قابلت معاه فجأة كده، والشخص ده اتعرف، بدأت ان انت تتكلم معاه على الانترنت والدنيا بدأت ان هي توضح اكتر، وان شاء الله في طاقة زواج، يعني دي خطوبة يعني. تعالوا بقى نشوف الطاقة التانية، طاقة مرتبطين برج الجدي. طاقة مرتبطين برج الجدي شايفة ان انتوا الممنوع المرغوب حاليا، او دي الطاقة الحالية اللي موجودة. الناس تقول لكم لا ابعدوا عن بعض، قولوا لهم حاضر وتتقابلوا. الناس تقول لكم قربوا من بعض، قولوا لهم حاضر وتدوا بعض، بتحدفوا بعض بالضوء، اللي هو ايه، احنا مش هننفذ لكم حاجة انتوا عايزينها، احنا هنعيش بالطريقة اللي احنا عايزينها حتى لو الموضوع ده هيجي علينا احنا بالسلب يعني. اوكي، فالطاقة دي شبه اللي بتلعبوا بالنار، الشريك اللي معاك ممكن ما يفهمش كده، حاول على قد ما تقدر ان انت تفهمه وانت تعمل كده ليه. اوكي، فدي طاقة بتاعت 15 يوم دول، حاولوا ان انتوا تصلحوا وتفهموا الشريك خطواتكو او الطريقة اللي بتفكروا بيها. مش كلهم بيفهموا قوي طريقة برج الجدي في التفكير، ساعات انت بتاخد قرارات بناء على تصرف حصل قدامك مفاجئ، فبتبتدي ان انت تاخد قرار على اساسه.
ممكن يكون الشريك ما خدش باله من كده، ف لقيك انت بتتصرف بطريقة غير اللي هو متعود عليها. انت بتعمل كده ليه؟ فلازم انت تقول له بقى انا بعمل كده ليه. اوكي ديل، تعالوا بقى نشوف طاقة منفصلين برج الجد بحسب قناة فيفو فاير، وهي دي الطاقة التالتة العاطفية. طيب شايفة ان انتوا هتتقابلوا، هتتكلموا مع بعض كتير. الطاقات اللي قدامي طاقات ترابية وطاقات نارية، دول اللي عندهم مقابلة. طب الفكرة هنا فين؟ الفكرة هنا ان انتوا لما هتتكلموا في حد فيكوا لسه متمسك بالشخص التاني، بس شايفة التاني بايع مش عايز يرجع. مين فيكوا بقى اللي بايع؟ يعني هو انتوا هتتقابلوا وهتتكلموا كتير هتفضفضوا، فخلي بالكم لو انتوا الشخص اللي بايع بلاش تزعوا قوي الكلام. اوكي عشان انا شايفين الشخص التاني لسه مقيم. تعالوا بقى نشوف الطاقة الرابعة العاطفية بحسب قناة فيفو تارو، هي طاقة مطلقين برج الجدي. تقول ايه؟ بتقول ان انت عندك شخص هيقول لك على مشاعر قريب، ممكن يكون الشخص القديم لو هو من برج ناري، ممكن يكون شخص جديد من برج ناري. ايه حوار برج ناري وبرج جدي في ايه؟ الفكرة هنا ان انت اخيرا في حد هيعبر لك على مشاعره وانت هتوافق بيه، يعني انت هتصدقه. اوكي بس يعني هطلب منكم طلب، ما تاخدوش القرار ده عند في الشخص القديم، فاهمين؟ يعني القرار ده تاخدوه بكامل قواكم العقلية، تفكروا كويس عشان ما تظلموش شخص تاني. تعالوا بقى نشوف اخر طاقة معانا، هي طاقة متزوجين برج الجد. طاقة متزوجين برج الجد، طيب الطاقة بتقول ان انتوا متمسكين لاخر وهلة، وعطين فرص للرجوع، وعطين فرص للسماح بكل ما اوتيتم من قوة، وشايفين ان ده قدر. اوكي او اللي بيحصل ده قدر، وان الشخص ده كنت هتتعرف عليه شئت ام ابيت. طيب بعدين شايفة ان في ناس كتير هتبقى بتتعامل بوضع اللي هو انت احسن من غيرك او احسن من ما فيش. مش عارفة ليه حاسة ان دي طاقة مسيطرة عليكو بزيادة قوي. انتوا شايفين ان الشخص معاكو يمكن بيتصرف معاكو بتصرفات مش لطيفة، مش عزيز عليه ان انت تبكي بسببه. شايفة ان انت او هو برج الجدي بتتعاملوا مع بعض بطريقة اتعودتوا على بعض مش اكتر، لكن فكرة انتوا عايشين مع بعض عشان حاجة جديدة لا، انتوا بقيتوا عايشين مع بعض كده كروتين يومي. انا اتعودت ان انت موجود في البيت تمام قوي كده، صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، دي العلاقة حاليا. طيب نعمل ايه؟ حاولوا ان انتوا تهدوا شوية، اهدوا شوية وادولهم فرصة، بس مش عايزاكم تطولوا في الفرصة قوي، يعني عشان ما تقولوش انا باجي عليكم، عشان انا شايفة الفرصة سنين، يعني انا مش شايف انتوا عاطينهم فرصة مرة واحدة ولا شهر شهرين، الموضوع بقى قلب سنين. اوكي حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا الايام اللي جاية تاخدوا قرار. ماشي، هتوحشوني الفيديو اللي جاي، هتوحشوني يوم الخميس اللي جاي. باي باي، تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.